كان يعني صح انه الفرحة كبيرة، لكن مش بحجم الفرحة اللي اشوفها اليوم هذا. وعادوا من يوم ليوم والفرحة تكبر وتكبر لما يكتمل الـ 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 الغطاء، لما نكمل الزراعة، لما تنبت الشتلة. يعني الحمد لله، وان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا ونكون قدوة لكل فتاة ريفية ولكل امرأة ريفية تكون يعني معتمدة على نفسها، ونحن قدها وان شاء الله نكون قد المسؤولية. ثلاثة أشهر كانت كافية لتعبر أحلام إلى الحلم فيصبح واقعاً، وتخطو بين شتلاتها المثمرة لتمتد يدها هي ورفيقاتها لجني ثمار محصولها وحلمها معاً.